مهندس سياسة بينهم. شركة السلام سويت إحدى شركات السلام جروب. إحنا شركة متخصصة في صناعة الويفر والبسكوت والشوكولاتة. إحنا الحمد لله شغالين النهاردة في السوق المحلي وفي سوق التصدير بقالنا تقريباً 12 سنة. الحمد لله قدرنا إن إحنا نتواجد في السوق المحلي بشكل كويس وقدرنا إن إحنا نتواجد في سوق التصدير بشكل كويس. الحمد لله النهاردة بنصدر تقريباً ل 11 دولة على مستوى الدول العربية والدول الأفريقية. معرض فود أفريكا من المعارض المتميزة بالنسبة لنا لأن هو دانا فرصة كويسة جداً إن إحنا نقدر إن إحنا نتعرف على المستوردين الخارجيين من أفريقيا ومن الدول العربية. وإحنا من أول دورة الفود أفريكا وإحنا موجودين فيه، والنهاردة لحد النهاردة كل سنة متواجدين، وكل سنة المعرض ما شاء الله بيكبر عن السنة اللي قبلها. النهاردة ما شاء الله والنهاردة طلق قاعات، قبل كده كان قاعة، الدنيا بتزيد بشكل كويس والحمد لله. يعني بقينا مهتمين بكل سنة عن اللي قبلها إن إحنا نكون متواجدين داخل المعرض، لأنه فعلا بيقدم فرصة حقيقية كويسة جدا في إن هو بيقدر يعرفنا على المستوردين اللي بره مصر. احنا العلامات التجاريه اللي عندنا شو دي لوكس، فوري ويفر، فوري تيلا، وده منتج جديد لسه نازلين بيه السوق المحلي في المعرض. ده المفاجاه بتاعه المعرض بتاعتنا السنه دي. لقينا بمنتج اسمه بكار، ده ويفر، والحمد لله احنا بنصدر كل المنتجات بتاعتنا لكل الدول الحمد لله.